هذه سائلة تسأل، يقول امرأة ولدت في رمضان الماضي ولم تستطع أن تقضي ما فاتها من أيام أثناء النفاس، وقد أوشك رمضان الحالي على الدخول علينا، فهل عليها إثم في تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الحالي؟ نرجو الإفادة، بارك الله. طبعا هو فترة القضاء إنما هي من رمضان إلى رمضان، فيجب على من أفطر يعني في رمضان لعذر من الأعذار أن يقضيه قبل دخول رمضان الثاني. ومن حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، يعني قبل رمضان. قيل لها: لما؟ ليش تأخر يعني القضاء إلى شعبان؟ قالت: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني هذه الفترة هي، ولا يجوز التأخير حتى يدخل رمضان الآخر ثم. ولذلك قال بعض أهل العلم أنه إذا أخرها فإنه يجب عليه أمران: كفارة وقضاء. يكفر كفارة بإطعام مساكين عن كل يوم افطره، وكذلك القضاء. لكن ليست هذا الدليل على كل حال، لكن الإثم حاصل. الإثم حاصل، وأنه يبقى هذا الدين عليه، يعني وجب قضاء. حتى لو مات يجب على ورثته أن يأخذوه. يعني لو مات الذي عليه دين من رمضان ما أداه، فإن الورثة يجب أن يقوموا بقضاء هذا الدين، كما قال النبي: من مات عليه عن الصيام صام عنه وليه، فيكون ولي عنه. فالشاهد على كل حال هذه الأخت السائلة، وأنها أصبح رمضان قريب، ينبغي أن تحاول أن تقضي الأيام التي أفطرتها، يعني من رمضان السابق قبل أن يدخل رمضان الحالي. وإلا إذا كانت معذورة في كل الوقت تقضي، آسف يعني تخرج فدية عن هذه الأيام. وإذا بقي لرمضان بقيت هذه الأيام يعني كذلك دين عليه، ينبغي أن تقضيه بعد ذلك.